السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك خايفة؟ مرعوبة، ما بحبش الأسانسيرات. اه وأنا كمان. كلوستروفوبيك. معلش. ربنا يوصلك بسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت عارف حقيقة أنا كمان بخاف من الأسانسيرات. اه والله. ده أنا وأنا صغير حتى يعني اتحبست 6 ساعات في الأسانسير. أرجوك من فضلك، أرجوك من فضلك، علشان بس عشان النحس ما يركبناش، عشان أنت عارف يعني. اه بلاش نجيب سيرة الحاجات دي، خلاص مفيش مشاكل يعني. أصل أنا ساعتها بقى لما اتحبست، لما جبنا سيرة الأسانسير والحوادث بتاعته، طلعنا من الحيطه، ولانه كان هيقع فوق دماغنا. من فضلك مش معقول بجد، عشان انا بجد بخاف وبجد بتضايق. ارجوك من فضلك يعني راعي. اوكي انت عارف في كتاب اسمه ذا سيكريت. اوكي السيكريت ده يا مدام مش كده. النور ده هقول لك انت يا استاذ حنين، هتقول لي انت مخدتش حاجه. فين؟ الكشافات مش مشمولة من امبارح. ليه يا سارة مش حمدتش الكشافات امبارح؟ معرفش يعني، محدش قال لي. ايه كانت مسؤوليتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا ممكن اشتري كشافات من السوبر ماركت اللي حلو. لا يا حبيبي لا، ما احنا عندنا 6 كشافات جوه كمان هنشتري، كفاية خساير بقى. طب ممكن استلف من صاحبي حازم وورانا في شارعين. اه حازم. اه طب روح يا حبيبي، شطورة شطورة، روح وخلي بالك في الطريق. اه بص كويس قدامك، يلا روح يا قلبي. مش هنطفي السما بقى؟ لا يا حبيبتي، هنستنى شوية لغاية ما الكشافات تيجي وبعد كده نطفي الشمع. يعني مش هنطفي الشمع؟ ما انا قلت لك يا لولا مش هنطفي الشمع دلوقتي. عايزه اول يوم من السنه الجديده بتاعتك يبقى في الضلمه، وبعدين استني اونكل سامي جايب التورتيه الكبيره كبيره قوي اللي انت عايزاها. يوه انت رايحه فين؟ مش عاوزه اتكلم.